هذا المشهد تكرر في الأيام القليلة الماضية. قصف أمريكي يستهدف الفصائل المسلحة في العراق رداً على استهدافهم قواعد ومواقع تابعة للتحالف. التحذيرات الأمريكية تأخذ مسار التطبيق على الأرض. قصة المناوشات بين الفصائل والتحالف ليست جديدة، لكنها اشتدت مع الحرب على غزة، ولطالما حذرت واشنطن الفصائل من رد قاس، لكنها لم تأخذه على محمل الجد. لتضع حكومة محمد شيع السوداني في موقف لا تحسد عليه، فقد أصبحت بين نارين. هذه الفصائل المسلحة انتشرت وتكاثرت بعد عام 2003 بشكل لا يوصف، حتى أن عددها وصل إلى 71 فصيلاً، يبلغ عددهم نحو 135 ألف مسلح منتشرين في جميع أنحاء العراق. عدد الفصائل المنضوية منها تحت مظلة الحشد الشعبي تقدر ب 64 فصيلاً، طبعاً هذا إلى جانب فصيل مسلح تابع للتيار الصدري ويطلق عليه سرايا السلام. بعض هذه الفصائل تتخذ مقرات ومستودعات داخل المناطق السكنية بعد تمكنها منها، خاصة بعد عام 2017 عندما انتهت المعارك ضد داعش. أغلبها توصف بأنها موالية لإيران. في البداية كانت هذه الفصائل تعتمد كلياً على التمويل الإيراني، لكن مع بسط سيطرتها بالقوة باتت تحصد مكاسب سياسية جعلت منها منفذاً تمويلياً آخر. رفها السعد، العربية.